تسمح لي سيدي. تفضل سيد جوندوجدو. تفضل واجلس، لدي ما أتحدث معك به. تفضل. أرطغرل رجل ذو أنياب، لقد مزق السادة ولن يترك الأمر قبل أن ينتزع كل ما يريده، وهذا الأمر صعب. قلت لك سأكون معك وسأفي بالوعد. خذ هذا الكيس. ما هذا؟ إن هذا الذهب هو ثمن القطعان، وأصبح ملكا لك أنت، فتصرف به كما تريد سيد جوندوجدو. لا سيد أكتشا، لن أخذ الذهب. سيد جوندوجدو، نحن نحتاج بعضنا، كلانا لنا صالح في الموضوع، فخيام بالمئات وأناس بالآلاف بحاجتنا، وأنا أصر أن تأخذه، فهذا الذهب سيعطينا جميعا مستقبلا أفضل. يكفي أن تكون أنت السيد. أرطغرل قد وعد المحاربين بالغنيمة، لنوقف هذا الوعد. جلبت الذهب. هذا الذهب للمحاربين ولكم. ليكن هناك بعض المحاربين مع أرطغرل، لكن تأسيس نظام لا يقام بالكلام وحده. قلتم لي لا كلام لدينا للمحاربين. الآن أصبح لديكم ما يقال. والباقي نستخدمه بتجهيز القافلة للرحيل يا سادة. سلمت سيدي. وأنت أيضا سلمت. يا الله، كونوا بجانبي في الاجتماع. لا تقلق سيدي. سأقف خلفه. نعم. السيد جوندوجدو شخص جيد. نحن محاربون. لكن لا يمكن هذا الشجاعة. لا أدري إن كان هذا جيد. نعم معك حق. الله أعلم. أنا سأدعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد جوندوجدو أرسل الذهب لنتقاسمه. ماذا؟ معقول؟ أي ذهب هذا؟ يا إلهي. شكرا لك. هذا جيد. الحمد لله. سلمت سيدي. شكرا لك. شكرا. الحمد لله. شكرا السيد. لقد قلت لك. شكرا. مستقبل الكاي الآن بات على أكتافكم، وهو في يدكم التي تمسك السيف. واعلموا أن مستقبل الكاي الآن لا ينتظر الضعفاء ولا ينتظر الجبناء، بل ينتظر رجالا يركضون إلى الموت لكي يكونوا فاتحين مثلكم أنتم. فماضينا مليء بالشباب الذين عانوا وكافحوا لكي يغيروا مستقبلهم. والآن سأسألكم سؤالا، أأنتم مستعدون لتكونوا رفاق دربي؟ بالطبع مستعدون. سأبقى معه. لن نتراجع. سيدي إن سمحت أريد أن أقول شيئا. قل، أنا أسمعك. السيد جوندوجدو. ماذا حدث للسيد جوندوجدو؟ السيد جوندوجدو أعطى الذهب للسادة لكي يختاروه سيدا.
والله هذا لا يعقل. كيف يفعل هذا؟ غريب فعلا. غريب. نحن نعرف ماذا سنفعل. وقعنا. سيرحم كل شيء. السيد كوندوكتو يتصرف. إنه يعطي الذهب.